مجرد ما اتخذ القرار السيد رئيس الجمهورية قمنا بتهيئة كل هذه المعابر باتخاذ الإجراءات اللازمة لسماح لمواطنينا أو لضيوفنا أنهم يكونوا في أحسن الظروف نتاع الاستقبال. ركزوا فقط على الجانب الصحي، لأن أنتم تعرفوا باللي كورونا مازال ما تغلبناش عليها بصفة نهائية. إن شاء الله تكون بشرة خير، ونشكر السلطات المحلية اللي واقفة على الافتتاح هذا، الأسلاك الشرطة، أسلاك الجمارك، كل الأسلاك. تو نحن في الحدود الجزائرية بوشبكة، الإجراءات كانت طيبة، وفرحنا بحلين الحدود، خاطر الجزائر والتوانسة كنا خيين، وماشيين تولت بس إن شاء الله في أمور سياحية ونروح. وإن شاء الله ديما هكا الحدود مفتوحة، ما نحبوش مسكر.